إذن مشاهدينا هنعقب على بيان البنك الدولي من خلال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي معنا تليفونيا. أهلا بك يا دكتور مصطفى، صباح الخير. صباح الخير يا استاذ هشام، ازي حضرتك؟ أهلا بك يا فندم، منورنا ومشرفنا، ودايما بنحب يعني ناخد رأي حضرتك حتى تحلل لنا المشهد على المستوى الاقتصادي. فالبنك الدولي دلوقتي بيتكلم على العدد الجديد من مرصد الاقتصاد المصري بما جاء فيه من إشادة بالاقتصاد المصري وقدرته على المواجهة لفيروس كورونا طبعا، ودي شيء يحترم جدا للقيادة اللي هي بتدير عملية الاقتصاد. عايز أعرف من حضرتك يعني مدلول ما جاء في هذا البيان أو ما جاء في هذا العدد الجديد، وإزاي ممكن ده يكون حافز لنا خلال الفترة الجاية؟ أولا اسمح لي، بيشرفني أن أنا أكون معاك، وده شيء يسعدني يعني دايما. شرف لينا يا دكتور مصطفى. طبعا خلينا نقول البنك الدولي ده أكبر مؤسسة اقتصادية في العالم علشان الناس ما تكونش مشككة في أي أحاديث بيتكلم عنها البنك الدولي. البنك الدولي يا فندم بالتقرير بيرصد الأوضاع الاقتصادية في مصر، وبيقدم لمصر إشادة وشهادة على الأوضاع الاقتصادية بالكامل. بيشيد بالمجهود والعمل اللي بتقوم بيه الحكومة والقيادة السياسية في ضبط الإيقاع الأساسي للاقتصاد الكلي للدولة، ده على جانب، وشهادة للمؤسسات الخارجية وكل من هو مطلع على الأوضاع الاقتصادية في مصر إن مصر بتقوم بتحسين وإصلاح اقتصادي هيكلي، وأيضا كمان الإصلاح ده بيشمل كل القطاعات، وبيبرز يا فندم إن مصر يعني قدمت تصور كبير جدا رغم جائحة كورونا، وقال في تقريره إن الكثير من الاقتصادات العالمية متأثرة أو عندها تحديات متعلقة بجائحة كورونا، وهذا لا يخفى على أحد. فهو بيبرز الدور بتاعنا وبيفسر للعالم إن التحديات دي مؤثرة على حجم التبادل التجاري أو ما شابه لذلك. نعم. طب قولي يا دكتور مصطفى، احنا ازاي اشتغلنا على نفسنا خلال الفترة اللي فاتت عشان نقدر نوصل لهذه المعدلات؟ وطبعا هنربط ده بارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، بنتكلم في 5.5% بإذن الله نسبة مرتقبة خلال العام 2021-2022. خلينا نقول يا فندم، العمل اللي احنا قمنا به ده ليست وليد يوم ولا اثنين، ده وليد من 2016 من ساعة ما عملنا برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكان الحمد لله في رؤية واضحة في كيفية تحسن كل الأنشطة الاقتصادية والقطاعات. نعم. وإحنا لغاية دلوقتي فندم بيكون لينا مستهدفات الدولة بتحققها. خلينا نشوف قد إيه الوضع الاقتصادي مثلا في حركة التصدير. الهدف أو اللي كانت الرؤية من القيادة السياسية إن إحنا نوصل لـ 100 مليار دولار في حجم الصادرات المصرية، فإن إحنا نكون عندنا قدرة تصديرية. وصلنا لـ 45 مليار دولار في العام المنتهي 2021، ده هدف من المستهدفات الأساسية. هل النسبة دي مرضية يا دكتور مصطفى؟ في ظل جائحة كورونا طبعا مرضية، لأن أنت فندم لما بتقارن نفسنا السوق المصري بالأسواق المحيطة بينا، طبعا إن إحنا بالنسبة لنا ده إنجاز كبير جدا وإعجاز بالنسبة للأوضاع الاقتصادية العالمية. حتى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار طبعا كان مطلع بيانات من فترة وجيزة عن حجم الصادرات، خاصة الصادرات غير البترولية أو الصادرات البترولية، وميز ما بين الاثنين ووضح الطفرة الكبيرة اللي حصلت في هذا المجال أو في هذا الشكل من الاقتصاد، اللي هو عبارة عن أن أنت بتصدر وأن أنت عندك دلوقتي طفرة في هذا النهج. فده طبعا بيقارن بالسنوات اللي فاتت، فما شاء الله دلوقتي إحنا بنشوف الفرق ما بين السنة دي والسنوات السابقة. مظبوط. واحنا عندنا كمان يا فندم نقطه في غايه الاهميه كمان، ان انت بتشوف انشطه وقطاعات بتصدر فيها ما كانتش يعني فيها ابراز لحجم التصنيع كبير، زي البتروكيماويات، زي عندك المحاصيل الزراعيه اللي فيها ابراز كبير جدا في حركه التصدير للعالم الخارجي، وفتحنا اسواق بيها وصلنا بيها لليابان والاوروبا اللي كانت فيها كثير من الصعوبات في القياسات العالميه. نعم. والاضطرابات التجاره كانت، لكن احنا الحمد لله ابرزنا دور كبير جدا للاقتصاد العالمي. ما تنساش الإشادة من البنك الدولي بيقول لك إن الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر في سبيله للزياد أكتر كمان من المستويات اللي احنا فيها خلال جائحة كورونا. ما ننساش إن بيشهد لنا البنك الدولي بإن احنا دلوقتي بنضع سياسة الحوكمة الرشيدة فندم، اللي هو بتفصل المتقدم بالخدمة عن المتلقي للخدمة، ودي كانت من الأسباب اللي كانت بتعوق كثير من الاقتصاديات
ان انت حضرتك يعني كاي واحد بيكون ليك احتياج لخدمه فبتخش تقدم ليها، فبتكون عندك تحدي او صعوبه او يعني للاسف فساد بيروقراطيه او ما شابه ذلك. نعم. ان البنك الدولي يشهد لنا بهذه الاشادات امام العالم دي في نقطه في غايه الاهميه. فبالاخر يا فندم بيقول لك ان احنا كمان ان احنا عندنا زياده في الانفاق المجتمعي. يعني ايه؟ يعني احنا النهارده بندي مظلات لكثير من الطبقات والشرائح المجتمعيه وبنقدم لهم انفاق جيد، وبنحاول ان احنا نحسن في التعليم وفي الصحه وفي البحث العلمي. نعم. اشاده من البنك الدولي يا فندم لينا الحمد لله. فضل.